مآل ملفات محكمة العدل الخاصة للنواب المحترمين نعيمة خلدون، نور الدين مضيان، ميمون شطو، الطيب المصباحي، محمد فاهيم ومبارك طرمونية من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. سيد نائب المحترم، سيد الوزير، من الأهداف التي راسمتها الحكومة الحالية محاربة آفة الرشوة التي تنخر المجتمع المغربي والضرب على أيدي المتلاعبين بالمال العام. المال العام اللي كما تعرفون سيد الوزير يجمع درهما درهما من جيوب المواطنين المغاربة. الأداة القضائية التي كانت مكلفة في المشهد القضائي المغربي بهذه المهمة هي محكمة العدل الخاصة. ونسجل أن هنا سيد الوزير بأن المشروع القانون الذي أصبح قانون فيما بعد والذي قضى بإلغاء هذه المحكمة قد تعاملنا معه تعامل إيجابي، ونشكركم كذلك على المجهودات التي قمتم بها لتقديمه. إذن إلغاء هذه المحكمة التي كانت مكلفة بمحاكمة الوزراء ومحاكمة الموظفين الكبار والصغار أصبحت ملغية الآن، إلا أن هناك عدد من الملفات سيد الوزير التي بقيت والتي كانت من اختصاص هذه المحكمة، ونذكر من بينها القضايا المتعلقة بالبنك الوطني للإنماء الاقتصادي والقرض السياحي والعقاري التي كانت في طور البحث والقرض الفلاحي والبنك الشعبي وصندوق الضمان الاجتماعي. طبعا هناك قضايا كانت مطروحة على ذا محكمة الخاصة وهناك قضايا كانت ستصل إليها الآن. وبمجرد الإعلان عن إلغاء محكمة العدل الخاصة يتساءل الرأي العام سيد الوزير عن مآل هذه الملفات كلها، ومع العلم سيد الوزير على أن هذه الملفات هي ملفات أساسية يتتبعها المواطنون ويريدون أن تصل إلى مداها، ومداها يعني محاكمة المتلاعبين بالمال العام الذين نهبوا المال العام قديما والذين لا زالوا يتجرؤون في بعض الحالات الحالية على نهبه. فما هي الإجراءات أو ما هو المآل الذي وصلت إليه هذه الملفات؟ شكرا سيد الوزير. شكرا سيد النائب. سيد الوزير. شكرا. في علم السادة النواب المحترمين على أنه بعد إلغاء محكمة العدل الخاصة وقع إسناد الاختصاص هذه المحكمة إلى 9 محاكم استئنافية جنائية، وقد وقع توزيع جميع الملفات على هذه المحاكم اللي هي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مكناس، مراكش، أكادير، طنجة، العيون، وجدة. والآن كل الملفات سواء التي انتهى فيها التحقيق وقعت إحالتها على المحاكم وتبت فيها هذه المحاكم مع توفير كل الضمانات المنصوص عليها في قانون المسترات الجنائية. بالنسبة للملفات يعني التي وقع إشهارها أو الاهتمام بها من طرف الرأي العام، أقول بأن الملف الذي كان مجلس النواب سباق إلى إجراء بحث فيه عن طريق لجنة البحث والتقصي هو الملف المتعلق بالقرض العقاري والسياحي. هذا الملف الآن وقع في الأسبوع الماضي إدراجه أمام المحكمة، ونظر إلى عدم توصل بعض المتهمين فقد وقعت آخر القضية وسوف يبت فيها قبل نهاية شهر دجنبير، يعني ابتداء من 20 دجنبير الآن القضية ستروش. بالنسبة للملف الثاني والذي كان كذلك فيه لجنة البحث والتقسيم من طرف مجلس المستشارين وهو المتعلق بصندوق الضمان الاجتماعي، فهذا الملف الآن هو موضوع أمام سيد قاضي التحقيق وهو ملف جد متشعب ويحتوي على عدد كبير من الملفات والمدة هي أكثر من 20 سنة تهم تسيير وتدبير هذا الصندوق. وقاضي التحقيق لحد الآن حسب الأسماء التي ذكرت
45 اسم وقع اتخاذ إجراءات احتياطية بالنسبة إليها، وهي عبارة عن توقيف الحدود وحجز الممتلكات، ريتما يقوم باستكمال البحث وإجراءات المتابعات في حق الأشخاص الذي ثبت بالنسبة للتحقيق أنهم متورطين في هذا الملف. بالنسبة لملف القرض الفلاحي وقع الحكم فيه، وقد أعلن ذلك عن طريق الصحافة ووسائل الإعلام. بالنسبة للملف الذي يشغل مدينة الدار البيضاء وتكتب عنه الصحف يوميا، فهذا ما يزال في إجراء البحث. ومن الجدير أن أذكر بأن الأمر يتعلق بشكاية صادرة من شخص أجنبي من جنسية سويسرية تقدم بها، وهو الذي حرك عن طريق هذه الشكاية حرك هذا الملف، والبحث باقي جاري من طرف قضية التحقيق على أساس أن يحال عندما ينتهي البحث فيه. شكرا. شكرا سيد الوزير. سيد نائب دار التعقيب. نسجل بكل إيجابية هذه الإيضاحات، وهي إيضاحات تطمئننا على أن إقبار محكمة العدل الخاصة الغير مأسوف عليها لم يتبعه إقبار الملفات التي كانت ستنظر فيها. وعلى أي حال نحن نعتبر بأن كل مجهود أقيم من أجل تصفية أو من أجل القضاء على هذا الداء الرهيب وهو نهب المال العام وآفة الرشوة هو من المجهودات التي سنظل في فريقنا نتابعها وندعمها، ولا يمكننا إلا أن نسجل بكل إيجابية على أن المساطر تجري إلى غايتها وإلى ضمن الضمانات المنصوص عليها في القانون. وشكرا. شكرا سيد النائب محترم.